السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد العقرب، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله الفيديو بيديب مشاهدة اخواتنا في الله الف الف وحادة، بنلاقوا على الفيديو 70 لايك 50 لايك، ففضلا وليس امر الموجودين معنا والمستمعين معنا يدعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، ونشوف الصوره لمواليد برج العقرب. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل صوره الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكاشف. شايف عندك الامور هتبدا، يعني الامور هتبدا معاك تتحسن تجريديا، في عندك هتبدا توصل لمكانه عاليه، هتشعر بالسعاده فيه، هتشعر بالامان، هتشعر بالراحه. عندك تغيرات قادمه ليك تدق بابك، عندك بدايات يعني عاطفية، يعني عندك أمور جديدة، أو تتخلص من علاقة كانت تعباك، علاقة كسرت قلبك، علاقة جرحتك، تتخلص منها، أو في ناس منكم تخلصت. عندكم هنا خروج يعني ناس من حياتك، الناس دي هتخرجها من حياتك. وعندك برضه هنا لديك يعني أخبار، يعني أخبار جميلة جميلة تتعلق بعمل جديد. عندك في أخبار تيالك، في مكالمة أو رسالة أو حد يخبرك، يعني حد هتعلم بشأنك في العمل. عندك هنا يعني حاجة هتمر بيه، الحاجة دي لو نجحت فيها الاختبار أو امتحان أو حاجة تختبرها فيها اختبار، إن مريت بيها ونجحت بيها هتعلم من شأنك. بس شايف منكم البعض هنا بيعاني من خنقة، بتعاني من خنقة أو من ضيق، بتعاني من خنقة أو من ضيق أو حزن. البعض منكم برضو قلبه موجوع، أرى منكم يعني اتخزل من أشخاص مقربين أو كسروا قلبك أو جرحوك، لأن أرى منكم البعض مخزول أو مجروح أو حزين، عندك خنقة ومتضايق، مش عارف تفكر، مش عارف ترتاح، مش عارف، يعني عندك كمية ضغط عليك، حد كسر قلبك، حد جرحك، لأن أرى قلبك مكسور. أراكم برضو يعني منكم محتاجين شخص تتكلم معاه، محتاجين شخص تحسوا معاه بالامان، تفضفضوا معاه او يطبطب عليكم، يعني اني ارى دواكم حاجات كثيره، دواكم حاجات كثيره نفسكم تتكلموا فيه، بس مش لاقيين الشخص الصح، مش لاقيين اللي ترموا حمولكم عليه. بس ديالكم فرحه هتنسيكم الوضع ده اللي انتم فيه، يعني الفرحه دي اللي جايالكم هتنسيكم الوضع اللي حصل يعني معاكم، لان انتوا ورا منكم عشتم ايام او عشتم في الماضي صح، ايام صعبه او حاجات صعبه عشتوها، ولغايه دلوقتي يعني حاليا برضه بتعانوا، ولغايه دلوقتي يعني بتعانوا من الايام الصعبه او من الضيق او من التعب او من هكذا. بس عندكم هنا برضه يعني البعض منكم عنده مشاكل، عنده مشاكل، وأعرف منكم برضو سمع كلام أو حصل كلام أو حصل مواجهة أو حصل كلام أو سمع كلام ضايقه، يا بس ناويين على التغيرات. عندكم يعني أرى منكم نوع التغيرات للأحسن، ناوي تغير، ناوي تغير من طبعك، ناوي توصل لدرجة عالية. والبعض عندكم برضو موضوع يعني عنده وجع أو حزن بسبب العاطفة، حصل انفصال ما بينكم، حصل انفصال أو حصل مشاكل، لا أرى عندك يعني موجوع بسبب العاطفة. ربنا يحقق ليكم أمنية، والأيام اللي داي يعني هتكون في باب هيتفتح قدامك، هتقف على أرض صلبة، هتوصل لهدفك فيها فرحة، يعني هتنسيك الماضي أو الكركبة اللي معاك أو التعب أو الضيق، حاجة هتفرحك. يعني هنا أنتم بس يعني التعب اللي فيكم ده حاولوا تخلصوا منه، الطاقة السلبية حاولوا تخلصوا منه. يعني عندك هنا في منكم برضو أرى منكم في خطوبة في أرض بيتك، في فرحة ديالك في أرض بيتك، خطوبة أو زواج أو ردوع، في حاجة في قلب بيتك هتكون فرحان فيه. منكم برضو عنده زواج منكم، والبعض الآخر في قصة حب أو في كلام أو في حب أو في خطوبة، في خطوبة أو ارتباط أو حب أو زواج حصل أو هيحصل يعني في أرض بيتك. عندكم هنا شخص يعني هو ده الشخص ده سبب معاناتك او غدر بيك، يعني ممكن نقول اعطيته الامان او الثقه لكن غدر بيك، سبك في طريق وحدك، يعني بتمر بيه
يعني مريت بالطريق دي وحدك بعد مسابك، ولكن انت منتصر، منتصر، وهتخرج من معاناتك، هتخرج من كل شيء تعبك، هتخرج من كل حاجة عندك تعب ومرض، عندك شخص، عندك قريبك او شخص من اهلك تعبان عنده مرض عيان، ان شاء الله ربنا يشفيه باذن الله تعالى. عندك برضه هنا في منافقين حواليك، منافقين حواليك بيتمنوا لك خراب بيتك، بيتمنوا لك الاذى. احتفظ لاسرارك، بلاش كثرة الكلام، تكلمنا كثير وقلنا بلاش كل اللي يكون على لسانكم، كل اللي يكون في قلبكم يكون على لسانكم، بلاش كثرة الكلام، لان في منافقين حواليك كثير بيتمنوا لك خراب بيتك، بيتمنوا لك الاذى، بيتمنوا لك تكون مكسور. عندك هديه، في حد جايب لك هديه، هديه قيمه كويسه، قدامك ثلاث نقاط، نقط، ثلاث نقط، والهديه ديالك ثلاث نقط، وفي هديه قيمه، هديه كويسه ديالك. لما انت بتدي حد هديه، انا شايف في هديه ماسكينها انتوا اتنين، انت وشخص، لما انت بتدي له هديه، لما هو بيدي لك هديه، هديه قيمه وهديه كويسه. عندك انا في شخص، يعني ارى في شخص مشاعره اتجاهك في مشاعر جديده، مشاعر حب، يعني مشاعره عشق، بيحبك، عايز يوصل لك، عايز يتقدم لك، او عايز يوصل لك، او عايز يعني يتواصل معاك، بس مش عارف هو في، يعني عايز يوصل لك باي طريقه بس مش عارف. عندكم هنا برضو ارى منكم في مفصلين، حصل انفصال، حصل مشاكل، اكتر حدا المشاكل حصلت، حصل انفصال، في طاق السحر، طاق السحر، حصل انفصال بسببها، بسببها، بسبب الاقارب سحروكم، عملوا لكم سحر بالانفصال، سحر بالتعطيل، سحر بالمشاكل، سحر بالتعب، حتى مش حاسين بالراحة، مش حاسين بالسعادة، دايما تعبانين، دايما بتعانوا من كمية الأمراض، دايما بتعانوا من المشاكل، دايما تعانوا من النفور، دايما تعانوا من التعطيل، حاجات كثيرة تعباكم من سبب السحر. شايفنا برضو المنفصلين في فرحة تاني، ممكن لإما رجوع لإما زواج، لأن أرى الفرحة دي في قلب بيتك، فرحان، مبسوط، سعيد، لإما رجوع لإما زواج مرة أخرى بإذن الله تعالى. بس في حد هنا ظلمك، حد كسر قلبك، أرى حيران، عمال يفكر، محتار، تعبان، مش عارف يعمل إيه، عنده كمية ضغط، عنده كمية حيرة، هو ده ظلمك. كسر قلبك او جرحك او اخذ مالك او ميراثك او اخذ اطفالك او هكذا، بس يعني محتار، يعني مخنوق، متضايق، تعبان، واصل الهدف الياس. عندك هنا لديك بشرة، البشرة دي ديالك، لديك بشرة وفرحة، البشرة دي يعني في خلال ايام قليلة، في خلال ايام قليلة البشرة دي ديالك. عندك شخص انا بيحبك، والشخص ده عمال يراقبك من بعيد، عمال يراقبك وعايز يوصل لك، وبحبك مش بيأذيك، الشخص ده عايز يوصل لك، يعني الشخص ده. بس في حد هنا ندمان على فراقك، حد حصل ما بينك وما بينه مشاكل او عتاب او هكذا، حصل ما بينكم انفصال او مشاكل او عتاب، هو ندمان على فراقك، عايز يوصل لك مش قادر، خايف تجرحه، خايف هو انت تكسفه او تخذله او تبعده عنك او هكذا، لانه هو زعلان او ندمان على الفراق وعايز يوصل لك مش عارف، عايز يعتذر لك مش عارف، خايف انت تصده. بس العيون يعني مش سايباكم في حالكم، العيون مش سايباكم في حالكم، واقرب لليكم مش سايبكم في حالكم، بحاول يدمروكم، بحاول يأذوكم باي طرق وبابشع طرق، بحاولوا يعني يتعبوكم باي طريقة، يأذوكم، يسحروكم باي طريقة. بس عندك هنا في يد هتتقدم لك، يد، شايف يد بتساعدك، يد بتخرجك من أزمة، يد بتخرجك من حفرة، يد بتساعدك في طريق عملك أو في طريق شأنك يعلى، راح يعلى شأنك بإذن الله تعالى. عندك قلق، يعني عندك قلق، أراك قلقان من حد من أفراد أسرتك، عندك قلق عليه، هو مريض أو تعبان، عندك قلق، شافك قلقان عليه وعمال تدعي ربنا يشفيه او ربنا يخرجه من الازمه اللي هو فيها، لاما مسدون لاما مريض، سينتهي هذا القلق قريبا من غير ردع بعون الله تعالى، سينتهي الحزن اللي في قلبك او الزعل اللي عليه، المهم سينتهي القلق قريبا باذن الله تعالى. عندك تيسير امور يعني في القضاء،
في أوراق قضائية أو في المحاكم كما نقول، بتخلص أوراق أو بتخلص إشي في المحاكم، في توفيق ليك في هكذا بإذن الله تعالى. عندك إن اللهم صل على النبي، بتحاول تشتري منزل أو بتحاول تنقل لمنزل جديد، أرى ممكن برضو بيشتري منزل، بس خلي بالك وكون حريص، ما تدفعش فلوسك في المنزل أو هكذا غير لما تخلص أوراقك أو تخلص شيتك أو تخلص المنزل يكون عاجبك أو تخلص مالك أو تجهز مالك. بلاش يعني تسرع، بلاش التسرعات، بلاش التسرعات في الحاجات دي. عندك بشرة كمان، عندك بشرة من مكالمة أو من رسالة، في حاجة مكالمة أو رسالة ديالك يعني هتفرحك، هتكون مبسوط منها، أراك فرحان أو مبسوط من الرسالة دي أو المكالمة دي من حد عزيز عليك، كان قاطع ما بينك وما بين التواصل أو كان في عراقيل ما بينك وما بينه، لأنه أرى في عتاب ما بينكم، في عتاب أو زعل. راح تكتشف يعني، هتعرف اللي أذاك. انت محتار عمال تفكر مين اللي اذاني، مين اللي تعبني، مين اللي عرقل مسار حياتي، مين اللي سحرني. هتكتشف الامور دي وهتعرفها في الوقت المناسب، هتعرفها في الوقت المناسب. هي ست عامله زي الافعى، يعني قريبه منك، قصيره مش طويله، قمحويه وكبيره في السن، يعني كبيره في السن، بس يعني ما عيب عليها، يعني ست كبيره زي كده هتسحرك. ما علينا، يا كبيرة يعني في السن، قصيرة قمحوية، قريبة منك، ممكن أقول لك قريبة من أهل الشريك، قريبة منك الله أعلم، بس أنت خد حذرك واخلص من طاقة السحر اللي حولك، وأنت كده كده راح تكتشف الأمور دي وراح تعرفها في الوقت المناسب، هتعرفها، لأن أرى هنا هتخرج من بيتك، خروج من بيتك معاه الشر، يعني هتخرج الشر ده من بيتك، معاه الشر والحسد والسحر راح ينخرج من بيتك، لان اراها ينقلب باذن الله تعالى على من سوى ليك هاي السحر. او هتعرف لما هنقلب السحر راح يمرض او يتعب الشخص الاخر، فراح تعرف هنا في الوقت ده انه هو اللي سحر. عندك برضو العتبة دي اللي هتغيرها، هتخرج من بيتك كل السحر او الحسد او العين او الاشياء دي. في مبلغ كويس داي لك، مكافأة او ورث او دايب او حوالي، يعني هو هيفك كرب معاك، المبلغ دي كويس وهيفك كرب معاك يعني، وهيسأل. هنا في حد يعني محتار وقلقان عليك، هو اراه محتار قلقان عليك، عايز يوصل لك، او محتار او قلقان عليك، عمال يدعي لك الحد يعني. أرى هنا برضو بس في مكالمة من شخص قطع التواصل معك أو قطع الاتصال ما بينك وما بينه، في مكالمة هتدي لك المكالمة دي، يعني ثلاث نقط، أنا شايف ثلاث نقط قدامي، المكالمة دي راح تدي لك المكالمة دي، في وظيفة ديالك أو سفر من وراء المكالمة دي، يعني هو قطع الاتصال ما بينك أو بس هتدي لك المكالمة فيها سفر، لإما وظيفة، لإما شغل، لإما لإما سفر. في شراء بيت او تغير لمحل اقامه، واللي عندك المريض عشان ارى في شفاء، من شفاء حد مريض، في حد مريض شفاء باذن الله تعالى، والفرحه ديالك والسعاده في ارض بيتك. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله فضلا وليس امرا، ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، وهذا قراءة جديدة، وان كنتم لم تشتركوا في القناة فيشرفني اشتراككم في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل، كل العلاجات داخل القناة والرقم امامكم، اي مشكلة او اي شيء